يا شباب، هلا ولا مرحبا بكم. جاكم كلا خانز مقطع جديد. شباب فتحية برمضان، تعرف انا برمضان يعني فتحية وكلا خان ورمضان على طول. والله يا شباب ما بديش اعمل مقدمة، على طول افوت مع جدا. انا اليوم هلا. هاي هاي بيبي، هاو ار يو؟ ها، من وين انت؟ المغرب. اقبل الطلب مغربي ارجوك، وحط سكواد الثنائي اطردهم هذم، وخلنا نحكي مع بعض. حسنا. طردوا، هذا مزعج، طردوا. انا بغار عليك، اطردهم. استغفر الله العظيم، استغفر الله. حسنا. اطرد. ايش اسمك؟ ياسين. اوكي ياسين، كم عمرك؟ 14. انت مرتبط؟ لا. بدك ترتبط؟ نعم. بدك ترتبط برمضان؟ نعم. انت صايم ولا فاطر؟ انا صايم. تعال نفطر مع بعض. لا انا صايم. نعم انت كلك ايمان، بس بدك ترتبط. نعم اريد ان ارتبط. ليش؟ اعطيني سبب يخليك ترتبط. لا ليس هناك سبب، اريد فقط ان ارتبط. بمن تريد ان ترتبط؟ اي احد. حتى بالشجر؟ لا، اي وحدة يلعب معي في الفاير. ترتبط معي؟ تصير حبيبي يا ياسين؟ شو؟ تصير حبيبي يا ياسين؟ قولي والله. والله تصير حبيبي. قولي والله. والله. لا انت عمرك ليس 12. نعم بس امزح معك، حبيت اشوف كذا حبيبي ذكي او لا. انا عمري 16 وحبيتك وانا عراقية. لا انت لديك صديق؟ لا انت يا صديق ياسين، انا احب ياسين وبس. حسنا. هل تريد ان ترتبط مني؟ لا. هل تحبني؟ نعم. غني لي. انت من وين؟ انا عراقيه. انت من وين؟ انا عراقيه. تحب العراق والعراق تحبه. غني لي ارجوك، لا تكسر خاطري. لا، غني لي. يلا ساغني لك. وبين صاحبي قال لي علاش رحت تاني، انا ذهبت عنده وقال لي علاش مشيتي، قلت لي راه انا راه طابت، قلت له يلا فنش هو يفنش فيا خويا. صافي هذه اللي يعرف. اوكي يلا نلعب. بعطيك هدايا لانك غنيت. يلا بقبلك، بعطيك بوسات. لا، هنا رمضان. الحين اكتشفت رمضان، كنت تغني لي وارتبطنا. يلا بتبدا. حبيبي يلا يلا يا حبيبي. حيوان شو طلع عيونك؟ ويلي يا حبيبي، ويلي انا انتقم لك. يلا حازو. انت تعرف تلعبي؟ نعم انا بيسي بوت. شفت يا حبيبي؟ ايوه شو رايك؟ انبطح. نعم نفطر مع بعض. نعم يا حبيبي ايش في؟ ويلي يا حبيبي ايش رايك بالله عليك؟ شو اسمك؟ انا اسمي نارا. نارا؟ انا اسمي فقوسة. ناديني فقوستي. وين فقوس؟ فقوس، تعرفش فقوس؟ لا يا حبيبي، لا حبيبي بخرج جد وانا عشانك. انتظريني. اي بنتظرك. ليش انا تخلي انتظرني؟ اذا مدت ساناديك بالدجاجة. انت تستحق كل الحب. يلا جلدهم عشان انا جلدتهم. لقد عملوا لك خرشفة حبيبي. شو اسم حبيبتك؟ ليش لدي حبيبة؟ وانا مش حبيبتك؟ لا انت حبيبة. ايش اسمي انا؟ فتيحة. انا اسمي فقوسة. فقوسة؟ فقوسة نعم. فقوسة. ايش اسم حبيبتك؟ فقوسة. ايش اسم حبيبتك؟ فقوسة. نعم. انت اسمك ياسين؟ نعم. ياسين وفقوسة سيتزوجون على سنة الله ورسوله برمضان ان شاء الله. او راح يدمغك.
كسر لك راسك حبيبي حبيبي حبيبي. بدي اقول لك اشي. شو انت عم تعرف نكت مغربيه؟ قولي نكته مغربيه. لا لا انا لا اعرف نكت مغربيه والله. لا قولي بليز او اصير ابكي. لا لا انا لا اعرف لا اعرف. شو اسم حبيبتك؟ حقوسه. حمبطة حمبطة حمبطة. نفطر نفطر اليوم. أنت الفطور أنت الغداء. ويلي ويلي ما ماتش. يلا جيبوا جيبوا. أيوة حبيبي حبيبي. ياسين حبيب فقوسة. ياسين حبيب فقوسة. ياسين حبيب فقوسة. ياسين حبيب فقوسة. فقوسة فقوسة. كفو 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 كفو. ليش تتهيم معاه؟ لأنه ما عندكش دم. لا أنت حبيبي أنا. ليش تنبطح عليه؟ أيوة زعلت منك أنا. لا 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 أنا أسف. إنه رجل وليس مرأة. نعم ممكن أنك تتحول وتتزوج بيه. أنا أخاف في هذا الزمان ما فيش أمان. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يا عمري شو بدي أصارحك بإشي. شو هل أنت ترتبط بالرجال؟ نعم إنهم أصدقائي. لا لا ترتبط تعمل معهم قصة حب. مع من؟ البنات؟ لا مع الأولاد. لا إنهم رجال. أنا مرتبط بشخص واحد. ومن هو؟ أنت تعرفي فقوستي. فقوستك ولد يا أخي. أنا ولد وأنت ترتبط مني ليش بشهر رمضان؟ مرحبا. هل أنت ولد أم بنت؟ أنا ولد. فقوستك طلعت ولد. وين المشكل؟ الله خذ هذا. شنو؟ والله بجيب وين بجيب وين. اصبر اصبر. تعال أعطيك بنت عمي هي عانسة. أقصد مطلقة. يا بني هاي شو بدك؟ هاي انا بنت عمه كنت بمسح معايا. لك ابن. لا 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 انت تمزح انت ولد. انا جبت لك ابن عمي عشان تعرف. انا لا احب فتيحة. فقوسة. اعطيني القائد اعطيني القائد. ايوه بعطيك القائد بعطيك القائد. ها؟ بالغلط بالغلط لما جيت اعطيك القائد بالغلط. قل اقسم بالله ان انت بنت. اقسم بالله ان انت بنت. لا قل انت. اقسم بالله لا انت بنت. اقسم بالله لا انت بنت. اطردني هاي اطردني اطردني. يلا يا صديقي كنت معنا في مقطع يوتيوب. انا راح افضحك راح انشرك وانت تغني. انشرني. ستدخلوا الى النار في هذه رمضان لانك تنشر الناس. والناس اللي زيك سيدخلون النار لانهم يحبون الفتيات. حسن غير صوتك اللي فقوسة. ليش تحب الفقوسة؟ اطردني استخرج. يا عمي بدك اطردك. يا الله ابلع يا اخي اطردني اطرد. يهدد جدي يا ابلع. هون يا تطير السنة لاخر المقطع ما تنسوش اللايك والاشتراك وفتحية خربت امها يعني في شهر رمضان. ويلا السلام عليكم.